أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ساهمت مع شخص في تجارة بنسبة معينة من الأرباح، لكن مضى عليها عدة سنوات ولم يذكر لي. يقول: ساهمت مع شخص في تجارة بنسبة معينة من الأرباح، وقد مضى عدة سنوات ولم يذكر لي وجود أرباح، ورأس المال ما زال عنده، فهل علي في هذا زكاة؟ نعم، كل ما مضى سنة تزكي رأس المال وتزكي الأرباح التي حصلت. نعم.